بيقول الصراحة ما بدي بشغ أحد المشاهي زبط البلد أصلا كيف بدك تزبط شي ما حابب تتزبط لو الحرية شي مرة نزل من السما بشارة نحترم بعض مرجع الله فورا مين عم يجازف الوطن مين فكر حاله كبطل هنا وتمثل الشخص اللي انت المخرج وال انت عم تتابع الفيلم ما عم تعرف تقلب المحطة صرت حاطط الحطة وهلا صرت بفهم اسمح لي بالإذن أنا بالشارع لما بضوع الشعب انت بالشارع لما شغلة زفت إذا انت أندرجراوند في ليك روح انقبل ورديزي قد بيحبوك على فيسبوك وتويتر انت عم تغني بس ضعايق طولك اسمك ما بتعترف كنت احترمتك ما هي كلها فكر بس عم تدور على سبب من المسبب بيلاقيك وإلي الشرف قال لك انك مغرور بشكل مش معقول ما عم بف مع شو عم يتفي خلنا فوق فعم حس كل موسى حدا يحبك فرو يا عمي اهدى لان فوري لما بزعل فل تسال اذا بيعرف كم فو ولا نينجا بمصر بيقول ويك شنو كذا لانه وحش لانه جدع من وقت ما كان ولد وهيدي من السات في المدرسه ركز من الصبح الى المساء لان ما سالوني ثاني لحظه فاصل شحطه خود نفس عميق فضل لبرا ثاني لحظه فاصل شحطه خود نفس عميق فضل لبرا ثاني لحظه فاصل شحطه خود نفس عميق فضل لبرا ثاني لحظه فاصل شحطه خود نفس عميق تفضل استريح اليوم حابب احكي لك قصة عن شخص قريب صوب لقلبي محبته بتسلمه انفتاحك سامحلك تصفر في الطفولة جميل معاك فيكتور بصوا بضلني انسى اسمه بتلاقيني مع اشخاص اسمهم بتفادى اسمهم بس اصحابي الليل مش الكل عندي بيدخل كوني مبوسة بحدا فالكل نظري بيخلط بذكر كانت اخر سنة مدرسة انا والنعمان قاعدين عم نكتب طوافي عم نربط توابل عم نخلط قواعد عم نكسر هموم الحياة معنا بعدها ما كانت عم تفرق بيروح لصور نطلع نسجل عم ضغطي ضغطي البيت مقاطع كبكب وقتها كنت بعدني بالساحة عم بستكشف يا ترى مين بالهيب هوب مثلنا عم بفكر فالتقيت بالشخص ورا شخص بهالكون قدامه البعض بينشلفوا من البلكون من نوع ما لازم ينقشع خرج ينترفوا بأرضه تينهرسوا من شي كاميون ياما بيعوني حكي بسعر سرمية رغم هيك أمل ما فقدت كونه بس في واية ففتنا مشروع مع الشخص وقتها كان الراب أنجح مسموع كان مدبوس لتحت الأرض صار السنة خلصنا شريط طب بلعب ميكس بعد اليوم في عالم ما بتعرف انه كان يعمل بيكس انا كنت على المايك غير هيك ما عمل شي فلتون شفتون بالهاتفونز عليل الميكس ما عمل شي افزيش معنا فريق اكتر من شهر عديد تفكير مع الفيل مسمين فعيشنا فريق الاطرش اللي كان متقعد شدي لجون قصد جمعنا تحت يقف وعمل ثاني لحظة فاصل شحطة خود نفس عميل فاضي لبرا ثاني لحظة فاصل شحطة خود نفس عميل I'm gonna
بنت ودي في بليز سدوا عندي اخبار بوقت ما كانت اسرائيل عم تقصوا صور بيدي من السما صواريخ عم تزغوا بالليل يخلص الشمع وقع كبريت لقيتن ساير بالشارع بالمنطقه عم تقبل البوليس عم تقلو انتو عم تنعني عم تشوف ولد عريس لطفلو قلت لها الصوره قبل الزواج ضهره ممنوعه للاسف فين بعض التقاليد بتفرق لهيك بتسافر قلت لها التقاليد تفرق بين الضحايا هيك بتعمل امسي بتبرز راب مش قلك لما محله وزير بريد غدو بتعلى من الالاف لانه عم سيما في شيك بنت Yeah, I'll be one.